جوج ديال المنتديات. علاش هاد المنتديات؟ اولا لخلق هاد الديناميه، ثانيا لانه اليوم نتوفر على شبيبه حقيقيه، شبيبه اللي كاينه في المواقع ديال المسؤوليه، شبيبه الحزب اللي بغينا نتقاسموا معها نفس عناصر الخطاب، لان المرحله السابقه كان عندنا خصنا نربحوا انتخابات. لذلك باش نربحوا انتخابات كان عندنا مجموعه من عناصر الخطاب زيدي من لونغاج اللي كنا كنتقاسموها جميع، اللي هو مسار الثقه، واللي هو الخلاصات ديال نيات يوميات المدينه، ومشينا عند المواطنين والتزمنا معاهم واحد الالتزام اللي هو هذاك البرنامج الانتخابي اللي خرج، واللي من بعد ولا جزء ولا مكون من المكونات ديال البرنامج الحكومي. اليوم شنو دورنا كشبيبه تجمعي؟ اولا نخلقوا هذا النقاش العالي وناقشوا هذه المواضيع الحقيقيه للمواطنين. اليوم في طنجه تطوان حسيمه كناقشوا الحمايه الاجتماعيه كتفعيل لتوجهات مشروع الدوله الاجتماعيه. خصنا كشبيبه تجمعيه اليوم نحاولوا نساهموا في الرفع ديال مستوى النقاش السياسي الذي يريد البعض ان ينزل به الى مستنقع لا يشرفنا ولا يشرفش بلادنا. وما يمكنش نجرو ليه، غنبقاو في النيفو ديالنا، النيفو ديال النقاش المواضيع الحقيقيه للمواطنين.